هذا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بزيارة إلى متحف التعايش بمؤسسة سايمون ويزي نيثال بلوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقد كان عدد من الطلبة الأمريكيين على موعد للقاء مباشر مع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المتحف، وقد فتح سموه المجال للتحاور ومناقشة الأفكار والتطلعات الشبابية حول ما يحمله شباب العالم من طموحات مشتركة تسهم في تحقيق التقارب الفكري ومساهمات الجيل الجديد في صياغة رؤى مبتكرة لمد جسور السلام والتسامح وتقبل الآخر من ثقافات وأديان مختلفة، لقناعة سموه الدائمة بأن التواصل المباشر مع الشباب هو السبيل الأنجح للكشف عن مواطن التقارب الكبيرة بينهم. وقد قام سموه بجولة في أقسام المتحف طلع من خلالها على ما يحتويه من وسائل عرض مميزة ومبتكرة لوثائق تاريخية متعلقة بالتسامح الديني.